الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بمطاردة إيران بإجراءات خانقة وضاغطة على المستوى الاقتصادي. هذا الأمر أصبح واضحا من العديد من التفاصيل المثيرة التي نشرتها الول ستريت جورنال عن ردة فعل قاسية، إجراءات قاسية إيرانية تجاه سوريا. التفاصيل التي نشرت على الول ستريت جورنال مؤخرا هي تأتي بعد يوم واحد فقط من زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى بهذا الشكل الرئيس السوري بشار الأسد. ما الذي ذكر من تفاصيل مهمة للغاية في الول ستريت جورنال؟ ما ذكرته بأن إيران أساسا أبلغت سوريا بأن الأمور قد تغيرت يا سوريا الآن، وسعر برميل النفط الإيراني الآن ارتفع عليك، وبأن عليك أن تدفعي المزيد من المال الآن من أجل الحصول على النفط الإيرانية. الول ستريت جورنال وضحت بأن سعر برميل النفط الآن وصل إلى ضعف مما كانت تبيعه إيران في السابق لسوريا، وأنه بحسب ما ذكرته طبعا نفس الصحيفة وصل إلى أكثر من 70 دولار. بالإضافة إلى ذلك وطبعا نتحدث عن برميل النفط الواحد بأنه وصل إلى أكثر من 70 دولار. إضافة إلى ذلك وواحدة من الشروط الأخرى، قالت لسوريا بأن عليك الآن الدفع مقدما ومن ثم نقوم بإرسال النفط الإيراني لك يا سوريا، وطبعا بأن لا دين بعد الآن، لن نكون ولن نقوم بعملية إرسال النفط مقدما وبعدها ننتظر الدفوعات منكم. وهذه تزيد من الأعباء كثيرا على سوريا، ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية المعروفة التي تعاني منها سوريا، ولكن بسبب أن سوريا هي تعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني على مستوى إيران تحديدا، وأن الصين هي تأتي في المرتبة الأولى، وبالتالي هي تستورد 2 مليون برميل للنفط في الشهر الواحد بالنسبة لسوريا. وأساسا التقييمات كانت قادمة من سوريا على مستوى ما تقوم باستيراده من النفط تحديدا أو الحاجة النفطية السورية هي تصل إلى 6 مليون برميل بحسب تقييمات جاءت من رئاسة الوزراء السورية في أبريل من عام 2021. تحدثوا بأن الحاجة تصل إلى 200,000 برميل للنفط في اليوم الواحد، أي تصل إلى 6 مليون. الآن نتحدث عن 2 مليون برميل للنفط الإيراني، ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهذا يعني بأن هنالك ضائقة كبيرة جدا ستعاني منها سوريا في الفترة القادمة. والول ستريت جورنال طبعا وجدت بأن هذا يوضح بأن إيران الآن تعاني الكثير والكثير من الضغوط، وأن هذه الإجراءات هي تأتي لسبب بسيط، أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يضغطون كثيرا على إيران، ليس هنالك أي اتفاق نووي حتى هذه اللحظة مع إيران، بالإضافة إلى انخراطها في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هنالك احتجاجات واضطرابات مستمرة في الداخل الإيراني. ووجدت الول ستريت جورنال أيضا بأن هذا الأمر سيؤثر على طبيعة النفوذ الإيراني. إيران كانت في السابق تقوم بالعديد من التسهيلات في إرسال النفط على سبيل المثال لسوريا، سعر مخفض، ادفعوا بعد حين، ادفعوا بعد أسبوعين، ادفعوا بعد شهر، لا مشكلة في ذلك، من أجل الاستمرار في عملية نفوذها في هذه المنطقة. وبالتالي وجدت أن إيران بدأت تتضرر بسبب العقوبات الخانقة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب، وهذا ما ذكرته الول ستريت جورنال على هذا الأساس. قال مسؤولون إيرانيون لسوريا أنه سيكون عليهم الآن دفع المزيد مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيضاعف السعر إلى سعر سوق يزيد عن 70 دولارا بحسب مصادر على دراية في المسألة. وأضافت كما رفضت إيران تسليم شحنات جديدة بالدين، وأن سوريا ستدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة. المشكلة أن الأمور لن تتوقف إلى هذا الحد مع إيران، بل أن هنالك عقوبات قادمة على إيران وتحديدا على الحرس الثوري الإيراني. فبريطانيا على وشك وأصبحت قريبة جدا من إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، نفس الأمر متوقع من ألمانيا أيضا، فالبرلمان الألماني يضغط بهذا الاتجاه، بل أن أيضا فرنسا بشكل مفاجئ من أحد النواب في مجلس الشيوخ الفرنسي كما تلاحظون، وهي ناتالي غولييت، بهذا الشكل قالت وتحدثت ونشرت هذه الصورة التي ترونها أو هذه النقطة أو الوثيقة القادمة من مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي أكدت من خلاله بأن هنالك أكثر من 60 نائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي طالبوا بعملية إدراج الحرس الثوري الإيراني، طالبوا من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب
وترك الاتفاق النووي تماما وإنهاء مسألة وقصة العودة للاتفاقية النووية والتركيز بالضغط على إيران بشكل أكبر. الأمور وسوء الأخبار على إيران لا يتوقف إلى هذا الحد، بل أن ما جاء من رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وما نشر من مقابلة مهمة على الوول ستريت جورنال هو أيضا يعتبر أخبارا ضاغطة على إيران. لماذا؟ فما ذكر هنا في الوول ستريت جورنال ببساطة أن رئيس الوزراء العراقي تحدث وقال بأن القوات الأمريكية والتحالف الدولي المتمثلين طبعا بمستشارية التحالف الدولي سيبقون في العراق لأننا بحاجة لهم في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وهي مسألة منطقية على المستوى الداخلي العراقي. فبحسب التقييمات القادمة من القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، من قائد القيادة المركزية الوسطى تحديدا إيريك كوريلا، كان قد تحدث بأن هنالك نشاطا لداعش مستمر وبأن هنالك مواجهة لداعش في العراق وفي سوريا على مستوى الأرض، وما يواجهونه من عناصر وقيادات لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وبأن في السجون أيضا وتحديدا وبذكر سجن الحسكة تحديدا بأن هنالك ما يقارب 10,000 عنصر من القيادات أو حتى من عناصر داعش موجودين في سوريا، وكذلك 20,000 من القيادات والعناصر أيضا التي ألقت القبض عليها القوات العراقية طبعا موجودة في السجون العراقية، يعتبرها بأنها تشكل خطرا وإن كانت في السجون. شهدنا ما جرى في الحسكة العام الماضي في يناير، كيف أنهم خرجوا من السجن، قاموا بعملية اقتحام تنظيم داعش الإرهابي، حاول الدخول عبر الحدود العراقية، وبعد ذلك تمكن التحالف الدولي مع قوات سوريا الديمقراطية من القضاء عليهم. بالإضافة إلى ذلك ما أشار إليه نفس القائد إيريك كوريلا عن مخيم الهول تحديدا الذي يتواجد فيه ما يقارب الأكثر من 20 طفلا، وأشار طبعا إيريك كوريلا هنا بأن هؤلاء مرشحين لكي يوظفهم تنظيم داعش الإرهابي ويقوم باستدراجهم وجعلهم كعناصر في التنظيم الإرهابي. وبالتالي وعلى هذا الأساس العراق واضح قراره ببقاء الولايات المتحدة كمستشاري للتحالف الدولي هي مسألة منطقية من وجهة نظر العراق في مواجهة الإرهاب. المشكلة بالنسبة لإيران أن إيران لا تريد بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لا في العراق ولا في سوريا، أعربت عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة، ولكن الأمور تسير عكس الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك إلى أن في 5 يناير من هذا الشهر تحديداً كشفت الوول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت من المملكة العربية السعودية، وبأن الخلافات التي شهدناها في العامين الماضيين وتحديدا في العام الماضي تفادتها وانتهت هذه المسألة تقريبا بعد عدد من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا شيء يسير مع إيران، وواضح جدا بأن انخراطها في الحرب الروسية الأوكرانية يجعلها وجعلها تدفع الكثير من الثمن. واحدة من الأمور التي الآن تراقب على إيران هي مسألة شحن الأسلحة لروسيا، فهنالك تحرك مثير هو يجري حتى يومنا هذا، قادم من إيران مباشرة إلى روسيا من إحدى السفن المهمة للغاية الإيرانية، وهي هذه السفينة لنقل الحاويات التي ترونها إذا ما اقتربنا منها، فهي ناقلة أرتام التي ترونها، وهذا هو العلم الإيراني الخاص بها. هذه الناقلة ببساطة الآن وهي مراقبة على مستوى عالي بتحركاتها، تحدثت طبعا التفاصيل الآن والمراقبون وما يراقبونه بأنها قد تحركت وجاءت من ميناء شهيد رجائي بهذا الشكل، قامت برحلة طويلة عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر إلى قناة طبعا السويس، ووصلت إلى ميناء اللاذقية في سوريا، رحلة طبيعية جدا، ولكن بعد ذلك تحركت إلى ميناء آخر موجود في تركيا وهو ميناء حيدر باشا قريب تماما من مضيق البسفور، وبعد ذلك عبرت هذا المضيق المهم وتوقفت عند رومانيا لمدة 3 أيام تقريبا، وبعد ذلك وهنا المفاجأة الكبيرة جاءت بأنها قد تحركت ووصلت إلى روسيا إلى ميناء نوفوروسيسك، وهي لا زالت متوقفة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، وهنا الشك بأن هنالك قد يكون نقلا للسلاح يأتي لهذه النقطة من قبل إيران، والمراقبون يرون بأن التوقف في رومانيا فيه نوع من التمويه وأنه ليس بالضرورة بأنها توقفت هناك من أجل عملية مسألة تجارية أو إرسال بعض البضاعة هناك أو غيرها. كيف عرفنا كل هذه التفاصيل؟ هي من خلال Vessel
فايندر الذي ترونه هنا هو الذي وثق بأنها وصلت للاذقية، وصلت إلى حيدر باشا وبعد ذلك إلى رومانيا، وهنا تلاحظون بأنها متوقفة بالقرب من الشواطئ الروسية كما تلاحظون، وهذه لقطة أخرى لطبيعة كيف أنها توقفت هنا في رومانيا ومن ثم اتجهت إلى روسيا بهذا الشكل، وهي لا زالت متوقفة على الأقل حتى قبل ساعة من الآن بهذا الشكل تجاه نوفوروسيسك التي ترونها هنا في روسيا. والمشكلة بهذه الناقلة، قد يعتبر البعض بأن القصة طبيعية وهي ناقلة عادية تنقل البضاعة أو الحاويات، ولكن المشكلة أن هذه الناقلة التي نتحدث عنها هي معاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2020، هذه هي أرتام التي ترونها، وبالتالي لديها أيضا تحركات مشبوهة، لذلك هي تراقب والكل يرى والمراقبون يرون بأنها قد تكون وصلت إلى هذه المنطقة من أجل تعزيز شبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة، أو حتى أن تجد الصواريخ البالستية طريقها لكي تكون موجودة وتستخدمها طبعا روسيا في ضرباتها على البنى التحتية خلال هذا الشتاء القارص الذي بدأ ودخل طبعا ذروته، وبدأت المعارك تشتد في هذه المنطقة في نفس الوقت، وبالتالي هذه المساعدة الإيرانية هي مسألة خطيرة، ويريدون الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو الضغط على إيران لمنعها من عملية مساعدة روسيا في هذه الحرب. فالتحركات التي تأتي في بيلاروسيا خطيرة للغاية، هذه التحركات على سبيل المثال عندما نتحدث اليوم تم الإعلان عن بدء مناورات جوية بين روسيا وبين بيلاروسيا، ستستمر حتى الأول من فبراير، بل إن هنالك تحركات عسكرية خطيرة روسية بيلاروسية في داخل بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا مؤخرا، وأيضا إن هنالك تحركات لمنظومات S-300 الروسية في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا. إذا ما حاولنا أن نأخذ مثالا على سبيل المثال من ما جرى هنا، ستلاحظون هنا في هذه المنطقة في بيلاروسيا كما هو موثق، تلاحظ هذه التحركات التي ترونها وموثق أن المنطقة الموجودة هي في بيلاروسيا، وهي زايتكوفيتش التي ترونها أو زايتكوفيتشي كما ذكر طبعا في هذه المنطقة. وإذا ما أخذنا عددا من العلامات السريعة لكي نتأكد هل هي فعلا في بيلاروسيا كما يتحدث، أنت أمام مبنى كبير مميز، سقفه مميز طبعا، هنا شارع كما نلاحظ، وبالإضافة إلى ذلك بأننا أمام شجرة واحدة على ما يبدو، ليس هنالك الكثير من الشجرات في هذه النقطة، تفصل هذه الشجرة بين هذا المبنى وهذا المبنى الآخر الذي ترونه، الذي يبدو نوعا ما يأتي متقدما على المبنى الذي ترونه، أي أن آخر حافة لهذا المبنى تأتي تقريبا إلى منتصف هذا المبنى على الأقل من الزاوية التي ننظر إليها. وأيضا هذه التحركات العسكرية تأتي بهذا الاتجاه لنرى أين تتجه، ولنذهب إلى هذه المنطقة بالقمر الصناعي في منطقة زايتكيفتشي التي نتحدث عنها طبعا، هذه هي أوكرانيا، هنا بيلاروسيا، نتجه إلى المدينة لنبحث عن هذه العلامات، ستتجه مباشرة هنا لنقترب قليلا من السكة الحديدية موجودة في منتصف هذه المدينة. الآن بالاقتراب قليلا من هذه النقطة نوعا ما نحن أمام تطابق لطبيعة العلامات التي قمنا بالإشارة إليها، هذا هو المبنى الأول، هذا هو المبنى الثاني، هذه هي الشجرة، واضح بأنه متقدم هذا المبنى، وطبعا هذا هو الشارع، وأيضا هذه هي السكة المهمة، وطبعا التحركات التي نتحدث عنها، والتحرك يأتي بهذا الاتجاه. إلى أين تتجه يا ترى؟ دعونا نذهب بهذا الشكل ونبتعد قليلا بالقمر الصناعي فقط لننظر إنها تتجه إذن بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه يبدو مثيرا، هو يأتي عكس الحدود البولندية، قد يعتبر البعض بأنها تحركات بسيطة، ولكن إذا ما ركزنا قليلا على ما يجري هنا من هذه المنطقة التي حددناها هنا تحديدا، فإن التحرك يأتي باتجاه كما نلاحظ كييف العاصمة الأوكرانية مع تقارير كثيرة، وهنا كييف التي ترونها، وبالتالي التحرك قد يكون تحشيدات كبيرة تأتي بهذا الاتجاه من أجل الهجوم على كييف في ظل تقارير كثيرة أمريكية أوكرانية تتحدث أن نهاية شهر فبراير القادم أو بداية شهر مارس سيكون هنالك زحفا روسيا بيلاروسيا على كييف من أجل الضغط مرة أخرى على العاصمة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك هنا في هذه المدينة وهي مدينة بريست التي تتواجد
تواجد في بيلاروسيا الحدودية مع بولندا، تحركات مستمرة بالمنظومات الدفاعية، منظومات الS-300، ها أنت فجأة هنا في هذه الأولى وهذه الثانية وهنالك الثالثة كانت قد ظهرت. كما تلاحظ بالريست في بيلاروسيا يصورون أن هذه المنظومات موجودة على الحدود، منظومات دفاعية مهمة جدا بالنسبة لبيلاروسيا في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام ظروف كبيرة جدا تأتي في بيلاروسيا في ظل أن روسيا أيضا تبحث من البقاء مسيطرة في المناطق التي تقدمت بها، بل تتقدم وتقوم بالمزيد من التقدم، وتحديدا في دانييتسك في ظل تقدم كبير تقوم به سرية فاغنر، وخاصة أنهم بدأوا يستهدفون الآن الأسلحة الأمريكية بشكل مستمر مثل صواريخ الهايمرس ومنظومات الهايمرس. والروس أيضا يضربون المنظومات المهمة المدفعية التي تمتلكها أوكرانيا وتستخدمها من منظومات الأم 777 الأمريكية. وإذا ما ألقينا نظرة على سبيل المثال ونذهب إلى الصورة الأكبر لطبيعة اصطياد إحدى هذه المنظومات الأمريكية المدفعية الأم 777 في جبهة باخموت تحديدا، فسنلاحظ أن الاستهدافات بدأت تصبح دقيقة وهنالك تحديد لطبيعة هذه المواقع وضربها. وكما تلاحظون هذه الصورة قادمة من طائرة لانسيت المسيرة الروسية وهي تهاجم هذه المدفعية التي ترونها المدفعية الأم 777 الأمريكية. طبعا بهذا الشكل هنالك دقة كبيرة جدا لهذه المدفعية كما ترون، وأن المدفعية تؤثر كثيرا في الضربات. لاحظ كيف الضربة جاءت بهذا الشكل الدقيق، ضرب هذه المنظومات هو يأتي من أجل تحقيق تقدم وأضعاف الدفاعات الأوكرانية وأضعاف إمكانيات أوكرانيا في مسألة الاستنزاف. إذا ما ذهبنا مباشرة الآن لنلقي نظرة سريعة أين هذه النقطة التي ضربت وهي نقطة مهمة للغاية، هذه الصورة التي ظهرت لنا طبعا من الطائرة المسيرة كما ترون. ودعونا نقترب الاقتراب أولا من هذه النقطة تحديدا، ليست واضحة هنالك، وهنالك مباني مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها. أولا هذا هو المبنى الأول كما ترون، وهنا مبنيين اثنين بهذا الشكل، وأيضا نحن أمام طريق. إذن هنالك مباني واضحة جدا قمنا بتحديدها، وبالتالي المباني التي حددناها هذا هو المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني. هنالك طريق كما تلاحظ يأتي بهذا الشكل ويمتد بهذه الطريقة، طريق آخر أيضا، هنا مبنى على ما يبدو بأنه مبنى مميز وأيضا نوع من الشكل المميز الذي يأتي على الأقل هنا كما ترون. وبالتالي المدفع يتواجد هنا كما كانت تستهدفه هذه الطائرة المسيرة بالتوجه للقمر الصناعي. أين هذه الضربة؟ مسألة مثيرة. هي في دانييتسك وفي نقطة تأتي إلى شمال باخموت، هذه هي باخموت، هنا سوليدار وهنا منطقة سيفريسك التي بدأت روسيا تضغط من أجل السيطرة عليها. وهنا في هذا الاتجاه هذه المنطقة تحديدا بهذه النقطة تتواجد هذه المدفعية، خاصة إذا ما اقتربنا من الجهة الشرقية تقريبا من هذه المدينة ستجد بأنك أمام نفس العلامات تماما، أنت أمام هذه النقطة. دعونا نأخذ صورة أكبر لكي نوضح هذه الصورة لكم من طبيعة هذه المنطقة، وها أنت أمام هذه النقطة مشابهة، هنا المبنيين طبعا والطريق متطابق، كل شيء يتطابق مما رأيناه هنا طبعا في هذه النقطة. وبالتالي المدفع كان هنا وضربته بنجاح الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها. على هذا الأساس فعلا أن تدخل إيران في هذه الحرب الروسية قد يكلفها الكثير مع رغبة روسية في الانتصار في هذه المعركة. الروس راغبون بها بالانتصار ولا يريد الغرب، يريد الغرب أن يضغط على بيلاروسيا، يريد الضغط على إيران، يريد الضغط على الجميع بما فيها روسيا لإيقاف إمكانية الإمدادات لنصر تبحث عنه روسيا يتحقق خلال هذا الشتاء.